يوم جديد وحلقة جديدة مشاهدينا، وحشتونا جدا من الحلقة اللي فاتت، وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مصر من السماء. في بداية الحلقة حابب أبدأ بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بنعم كثيرة جدا، بس من فضله وكرمه علينا أنه خلق النعم دي متفاوتة. يعني مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق حد من ذوي الإعاقة أو خلق حد معاق أن ده بينقص منه في شيء، بالعكس ممكن تكون الإعاقة دي ممكن يكون سبب إيجابي في حياته، ممكن يكون خطوة ليه، ممكن تكون سبب سعادته في الدنيا، ممكن تكون سبب برزق ليه. حالة النهاردة موجهة لذوي الإعاقة، لذوي القدرات الخاصة. كلنا عارفين حجم المعاناة اللي بتتعرض لها الجمعيات الخيرية، اللي بتتعرض لها المهرجانات القائمة برعاية على ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن في الحلقة دي هنعرف إيه المشاكل اللي بتواجههم، ونعرف أيضا إزاي بيقدروا يراعوا ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن بداية، في بداية الحلقة عاوزين نرحب بضيوفنا المنورين النهاردة في الاستوديو، دكتور سمير حسن رند، رئيس المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بحضرتك يا دكتور. ايضا معايا نائب رئيس إدارة المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة ست المستشار مصطفى عبد الله. مرحبا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. ست المستشار، في بداية الحلقة عاوزين نعرف ايه هي فكرة المهرجان. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اعرفك بنفسي، انا مستشار مصطفى عبد الله، مؤسس ورئيس للمهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بحضرتك. المهرجان تحت مسمى وعنوان الإعاقة في عون الإنسانية. فكرة المهرجان قائمة على إبراز دور النماذج الناجحة والبارزة من ذوي الإعاقة المختلفة، سواء كان ذهني أو حسي أو حركي أو من كسر القامة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، أو العاملين والمهتمين بمجال الإعاقة. كانت فكرة المهرجان من عام 2018 إن إحنا نقدر نبرز دور ذوي الإعاقة المختلفة، وهم بين قوسين أصحاب الجائزة حسب ما يطلق عليهم المهرجان، لان هم اصحاب جائزه يقدروا ينتظروا على اللي هم فيه او صابرين على اللي هم فيه. وكانت الفكره من 2018، فقمنا الحمد لله رب العالمين بتسجيلها كعلامه تجاريه دوليه كملكيه فكريه لها عده مظلات. بدانا ان احنا نشوف الانشطه او والامور الخاصه بهم في كنماذج ناجحه، سواء كانت في الرياضه، في الابداع، في الرسم، المسرح، الفن، في البحث العلمي، في التعليم، في كل مناحي الحياة المختلفة. طيب خلينا نعرف مع حضرتك، حضرتك بتقول المهرجان قائم بقاله دلوقتي ما يقرب من 3 سنوات، عاوزين نعرف ايه الانجازات اللي حققها في الفترة الأخيرة. هو المهرجان دي تعتبر يعني احنا خلصنا الدورة الأولى بتاعته، كنا من 17 ل 19 من 19 ل 21 ديسمبر 2019، والدورة الثانية من 17 ل 19 ديسمبر 2020. الحمد لله رب العالمين، المهرجان بيقوم كل سنة في شهر 12. هو عمل قائم ومستمر طوال العام، بيقدر من خلال المهرجان بنقدر نقوم من خلال بورش، برامج تدريبيه، بمعارض هندميه، معارض فني تشكيلي، بنقدر نعمل بروتوكولات عديده جدا مع جهات مختلفه، سواء كان في القطاع الخاص او القطاع الحكومي او مع مؤسسات الدوله المختلفه، تقدر تحد من الصعوبات ذوي الاعاقه والمهتمين بهذا الشان. طيب خلينا نتوجه للدكتور سمير ونعرف منه، يعني عاوزين نرحب بحضرتك الاول يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك في الاستوديو، ربنا يبارك في حضرتك. عاوزين نعرف من حضرتك ايه الحكومات اللي بتمول المهرجان، سواء بقى خاصه او قطاعات خاصه او قطاعات حكوميه، وازاي قدرت تفتح ابوابها قدام المهرجان وبتتعاملوا معاه ازاي، يعني كلمنا عن ده شويه. والله هو بالنسبه للمهرجان كتمويل مفيش تمويل خالص اطلاقا، يعني احنا بنسمع ان ذوي الاعاقه لهم حقوق كثيره جدا، هم لهم حقوق. هو الحمد لله الدستور الدستور الجديد الحمد لله رب العالمين اداهم امتيازات كثيره، خصص لهم امتيازات قبل الدستور اللي موجود حاليا ما كانتش موجوده، انما حاليا احنا المهرجان قائم بذاته، دعم اطلاقا ما عندناش دعم من اي حد، دي كلها مجهودات شخصيه بيرجع فيها الفضل ربنا سبحانه وتعالى ومعالي المستشار مصطفى عبد الله، لان هو مؤسس المهرجان. الاعمال اللي بنعملها كلها جهود ذاتيه، لا مفيش بقى لا رجال اعمال بتساندنا ولا
اي دعم بيجي لنا ما بيجيناش اي دعم. يعني دي رساله بتنشد بيها رجال الاعمال، بتنشد بيها الحكومات ان هم يبدوا اهتمام شويه بالمهرجان، نبدا اهتمام شويه بذوي الاعاقه بشكل عام، هم اصلا مدين اهتمام لكن كتمويل عايزين يبقى ده بشكل اكبر شويه. هم متطلبات اخواننا اصحاب الجائزه متطلباتهم كتيره وده حق من حقوقهم، ولكن احنا بندور على ان الساده رجال الاعمال يكونوا متواجدين معنا على اساس نشوف متطلبات الجماعه دول، لان لهم احتياجات فوق الوصف. فيهم ناس كلمه احتياجاتهم بسيطه دي شويه. فانا من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج بناشد كل الساده رجال الاعمال انهم يعني يجوا يدعمونا، لان احنا عندنا حالات انسانيه كتير بتبقى محتاجه ليهم حاجات على اساس انهم يقدروا يعيشوا حياتهم الطبيعيه، مش هم مش محتاجين حاجه من حد، بس عايزين يمارسوا حياتهم الطبيعيه. حياتهم الطبيعيه بتبقى محتاجه مثلا زي مثلا حد محتاج كرسي، حد محتاج اي حاجه، فبنحاول ان احنا نوفرها لهم على قدنا. انما لا، لما يكون معانا حد من الساده رجال الاعمال ويقدر يكون متواجد مع معالي المستشار مصطفى عبد الله نشوف احتياجات الناس دي. طيب بس انت المستشار، عاوزين نعرف ايه الملفات اللي المهرجان بيناقشها؟ المهرجان قائم على اكتر من ملف. الملف الرئيسي اللي هو قائم عليه اللي هو اظهار النماذج الناجحه والبارزه من ذوي الاعاقه والعاملين والمهتمين بهذا المجال، سواء كانوا اطباء او صحه نفسيه او عائلات او اسر او ايا كان، او جمعيات او الدوله نفسها القائمه على معاناه وملفات ذوي الاعاقه، وإظهار النماذج الناجحة اللي مطل حضرتك في بداية الأمر سواء في كل الملفات المتنوعة في مناحي الحياة المختلفة. بالإضافة بقى إن المهرجان قائم على تخصيص عدة ملفات بحثية وبشكل قوي جدا، اللي هو زي ملفات الدمج والتمكين والإتاحة والوقاية والمكافحة. خمس ملفات دول طبعا من أهم الملفات، لأن قصة ممكن تكلمنا عنهم شوية بشكل عام كده؟ هي فكرة الدمج بيتروح معايا الدمج الاجتماعي والدمج المجتمعي والدمج التعليمي والدمج المختلف. أكتر حاجة حاليا مركزين عليها هو الدمج المجتمعي، كيفية اختلاط ذوي الإعاقة بالأشخاص العاديين ومواجهتهم بالمجتمع دون تنمر، سواء من المجتمع أو من الأشخاص نفسهم أو من ذوي الإعاقة. محدش فيهم يحس بحد أقل من حد، لأن الله سبحانه وتعالى خلق البني آدم وفضله عن العالمين طبعا، فما فضلش بقى أو فضل ربنا سبحانه وتعالى ذوي إعاقة عن فلان. بني آدم عموما ربنا سبحانه وتعالى وقد كرمنا بني آدم، يعني هم أكرم الخلق على وجه الأرض. وطبعا يعني إحنا هنا في المجتمع المصري عموما يعني ما بقيناش نشوف فكرة التنمر دي بشكل عام، بقينا بنشوف الناس سلسة في التعامل، بقوا مع بعض بيعيشوا أكنهم أخوة. فكرة الدمج اللي حضرتك بتتكلم فيها دي جميلة جدا، ويعني ازاي بتقدروا تتعمقوا فيها؟ بتنزلهم مثلا زيارات ميدانية، ممكن بتسيبوهم يتمشوا مثلا مع انكم تاخدوا بالكم منهم من بعيد، ولا بتبقى ازاي؟ ما اقول لحضرتك، اولا عشان اوضح كلمة اعاقة، هو كل ما يعوق الانسان عن اداء مهامه الوظيفية او الحركية بشكل طبيعي. تمام. فلو انا فسرت المعنى ده وناس كده ممكن تزعل مني، الناس كلها معاقة، لان كل واحد عنده اعاقة في عمل اخر، كلنا اصحاب احتياجات خاصة، كلنا محتاجين الاخر. ففي واحد ممكن ربما يكون عنده مشكله او عنده ظروف معينه او اضطرابات معينه في الاخر مش موجوده، ولكن هذا يعني ربنا فضله عن عمل او عن انجاز مش موجود فيه، زي إيتسون، زي هيلين كيلر، زي عمار الشريعي، زي بيتهوفن. فالملفات كبيره جدا. ده فكره دمج المجتمع، ان احنا نقدر ازاي نخليهم يندمجوا مع المجتمع. بخصوص الزيارات الميدانيه بالظبط، احنا بننزلهم معانا قطاع المتاحف مع وزاره الاثار والسياحه ومع الثقافه، احنا بنطلع بيهم رحلات كمان في شرم الشيخ وفي الغردقه، بنعزل لهم في المهرجان اعمالهم وابداعاتهم من خلال معرض الفن التشكيلي والشغل الهاند ميد، في انجازاتهم اللي بيطلعوها قدام العامه. فبنحاول نقول لاي حد بقى عنده حتى تصور او فكر ان في حد اقل من حد او حد افضل من حد، مفيش الكلام ده خالص. شوفوا الانجازات اللي بتتعمل وشوفوا الناس دي بتعمل ايه، سواء كان في الذهن او في الحس او في الحركي، هم بيعملوا حاجات عظيمه جدا ومبدعين. يعني هم عندهم فكره الابداع. لا، ده فكره الابداع. يعني احنا لو قعدنا نتكلم على كل فئه من الفئات دي وبتعمل ايه وايه طريقتها في العمل، ما شاء الله يعني فيهم ناس عباقره. انا عندي حد مثلا من مرضى ضمور العضلات وفي مرحله متاخره، مسوق الكتروني عالمي. وعندنا حد ما شاء الله من لبنان عنده يوجد شلل من منتصف الستر لحد الرجل، بيتسلق قبل القلب وتسلق الهرم الاكبر يوم 18 ديسمبر الماضي. فعلا كان حدث عالمي وكلنا سمعنا عنه.
ده خليني يوجهنا لسؤال، ايه الخدمات اللي المهرجان عموما اللي حضرتكم قائمين عليه بيقدمها لذوي الاعاقه؟ احنا بنقوم على امرين، الامر الاولاني اللي هو كيف تدريبهم وتنشيطهم في ملفاتهم المتخصصه، يعني بنحاول نقدم لهم الدعم التدريبي بقدر الامكان من خلال برامج تدريبيه وورش تدريبيه من متخصصين واستشاريين متخصصين. ومن الناحيه بقى الصحيه والعلاجيه اللي هي العقد البروتوكولات المختلفه مع مستشفيات وصيدليات وخلافه، بتقدر تحط من القيمه الحديه لمبلغ الخدمه نفسها. يعني دكتور سمير، ذوي الاعاقه بتكون لهم معامله مختلفه شويه، انتوا ازاي بتقدروا تتعاملوا معاهم؟ هو طبعا احنا كلنا دارسين للدورات ذوي الاعاقه، فطبعا كلنا مؤهلين ان احنا نشتغل معاهم. هو الدور اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نأهلهم نفسيا ونأهلهم بدنيا وفكريا، لان احنا عندنا في الحالات دي حالات كتيرة جدا، بنحاول ان احنا نأهل الحالات دي لانهم ازاي يكونوا متواجدين في المجتمع. يعني مثلا احنا عندنا مثلا بنت، البنت دي مبتورة ذراعين وعندها يمكن شيء في العظام، البنت دي بترسم برجليها، البنت دي بسم الله ما شاء الله عندها ابداعات كتيره جدا، كان محدش يعرف عنها حاجه. الحمد لله بيتواصل معها المهرجان وبيقدر يشوف متطلباتها، بيقدر يعرض انجازاتها، لان بيبقى لها لوحات، طبعا بنعمل لهم لوحات معارض تتعرض فيها اللوحات بتاعتهم، معارض بتتعرض فيه شغل الهاند ميد. ده زائد ان مع على مدار السنه، لان زي ما قال وتفضل وقال معالي المستشار مصطفى عبد الله ان المهرجان مش مهرجان سنوي مجرد 3 ايام بس، لا احنا موجودين على مدار العام كله، بيبقى في بالنسبه لهم دورات صحه نفسيه، دورات تاهيل، دورات تنميه بشريه، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده لهم على اساس انهم يقدر ينخرط في المجتمع ويتعايش فيه. ممكن تكلمنا عن تعاون المهرجان العربي الدولي مع مركز الجائزة العالمية؟ احنا سمعنا ان في تعاون ما بينهم، ممكن تكلمنا عن ده شوية؟ مركز الجائزة الحمد لله رب العالمين بفضل ونعمة ربنا وفكرة معالي المستشار مصطفى عبد الله برضه، ان الولاد دول كان كل واحد منهم موجود في قلب بيته. سامحني لما اقول لك بعض الاباء وبعض الامهات بيحاول انه يعني يداري الحالة، فبتسيبها مهملة طول النهار، فتم انشاء مش متكفل بيها بشكل، لا متكفل بيها، متكفل بيها بس بتبقى من ناحية الرعاية شوية، من ناحية الرعاية، من ناحية انه يتعامل معاها. فكانت فكرة المستشار مصطفى عبد الله بانشاء المركز على اساس ان الولاد دول يبقوا متواجدين عندنا في قلب المركز. هو الفكره ان هم الاهل خايفين ان ابنائهم ينخرطوا، اللي هم من ذوي الاعاقه ينخرطوا مع المجتمع بره، فبالتالي بيداروا الحالات شويه. فكانت الفكره من المستشار مصطفى ان الولاد دول بييجوا يتدربوا ويتاهلوا، في نفس الوقت ذويهم اذا كان اب او ام او الاثنين او حد من الاخوه بيتعامل معاه بيجي يعني بياخد دورات تاهيل، لان هو ازاي يتعامل مع الحاله وازاي الحاله تتعامل معاه. طيب عايزين نعرف البرامج التدريبيه المقامه والمنسقه بين مركز الجائزه العالمي والمهرجان الدولي لذوي الاعاقه. هو طبعا لوجود عدد كبير جدا بسم الله ما شاء الله في المركز من دكاتره صحه نفسيه ودكاتره تنميه بشريه ودكاتره للتاهيل، الحمد لله رب العالمين، بتبقى ناس متخصصه، كل واحد متخصص في مجاله في نفس الحاجه دي. فكانت الفكره للتعاون ان كل واحد ليه تخصص، فبيبداوا يأهلهم الولاد لانهم ازاي كل واحد حسب مجاله. برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده التعليم الديني. التعليم الديني يمكن الولاد يمكن احيانا ما بيعرفش يعني يقرا او لا، عندنا برضو حد متخصص في التربية الدينية بيقدر يعلم الولاد ازاي يقدر يكون عارف امور دينه واصول دينه، ومن خلالها اللي بيها برضو يقدر يبقى عارف ازاي يتعايش مع ربنا سبحانه وتعالى. تمام سيادة المستشار، عاوزين نعرف ايه المشاكل والمعوقات اللي بتواجه المهرجان؟ والله الحمد لله رب العالمين مفيش مشاكل ومعوقات بالشكل المفهوم، يعني هي المسائل كلها بتتعلق من
من الناحية المادية مش أكتر يعني. فهي الأمور كلها خاصة بالشأن المادي، لكن الحمد لله رب العالمين إحنا بنحاول في قدر الإمكان إن إحنا نكون قائمين وتعميل لذاتنا من خلال الورش والبرامج التدريبية، من خلال المعارض، من خلال إن أجهزة الدولة الحمد لله في الشباب والرياضة ووزارة الآثار والسياحة والثقافة فتحين لنا أماكنهم إن إحنا نقدر نشتغل معاهم كمان يعني الحمد لله. طيب يعني احنا عاوزين نتكلم بقى عن دور المجتمع المدني في التعامل مع ذوي الإعاقة، ممكن نتكلم عن ده بشكل عام في حلقتنا النهاردة؟ والله هو الموضوع المجتمع المدني ودوره في ذوي الإعاقة يعني منصب على أمرين، متخصصين وخير متخصصين. ملف ذوي الإعاقة من ساعة ما السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتحدث عنه وجعله عمل إعاقة عام 2018، وطبعا كان سابق قبل ذلك، ولكن في عام 2018 كان هو عمل إعاقة ولا زال مستمر. فبدأ حصلت حاجة كده من حالة التوسع في هذا الملف، فأصبح فيه مجموعة من المتخصصين بيعتمدوا عليها ومجموعة غير متخصصين للأسف لا. فبدأنا إن احنا نعمل أو نفكر إزاي ممكن كل المجموعات دي تقدر تدعم بعض من خلال دورات تدريبية، برامج تدريبية، ورش عمل. هنيجي على المجتمع المدني نفسه إن هو لازم يكون يقدر يساعد الدولة وأجهزة الدولة كوزارة الضم والاجتماعي والشباب والرياضة والوزارات المعنية إنه يقدر يحد منها، يقدر يقدم لهم المساعدات الكفيلة من أجهزة إتاحة زي الكراسي المتحركة، زي الأجهزة التعويضية، سماعات الأذن. لابد من المجتمع المدني إنه يقدر يقوم بالتعليم والدورات التدريبية لذوي الإعاقة، ويقدر يخدم الأسر اللي غير قادرة على هذا الأمر، وإبراز النماذج الناجحة فيهم بشكل الإمكان. ما نجيبش كل العناصر السلبية، لازم نجيب الإيجابي، لأن فعلا إحنا عندنا إيجابيات كتيرة. فده المقصود. يعني عايزين نعرف ايه الدور الفعال اللي انت بتأمل تحقيقه في الفترة القادمة من دور المجتمع المدني؟ بإذن الله اللي احنا بنسعى له ونتمناه ان نقدر نحد من الإعاقة من خلال الوقاية والمكافحة. دي ملفات احنا بنتكلم عنها. يعني هل اننا نقدر نحد من الإعاقة؟ يعني احنا بنسمع فعلا في إعاقة ذهنية، في إعاقة بصرية، في إعاقة جسدية، لكن ايه سببها؟ ده ممكن يكون من عند ربنا، لكن هل حضرتك بتقول نحد منها؟ يعني معنى كده ان لها اسباب ممكن احنا بالظبط عندنا وقايه، فاحنا والجمهور عايزين نفهم ده يعني بشكل اكتر شويه. انا عندي في انواع من الاعاقه، في الاعاقه ما هي انا بسميها ما قبل الزواج اللي هو نتيجه زواج الاقارب، ده مساله مهمه جدا اللي بينتج عنها بعض الاعاقات زي مرض الضمور ومرض الدوين، وفي الاعاقات اثناء فتره الحمل مثلا نتيجه عدم المتابعه الكليه او نتيجه بعض الامراض اللي بتحصل للام اثناء فتره الحمل، وفي اللي بعد الولادة، ده كل ده بالنسبة للأطفال نتيجة إن الطفل سخن أو تعب أو أي حاجة فالأم بتهمل في علاجه، فإيه الولد بيحصل له مشاكل صحية زي مرضى ضمور المخ اللي نتيجة إنه سخن، فالأم تعمل إيه؟ تديله كمادات أو دواء شرب غير متخصص من الصيدلية بدون رجوع للطبيب المختص. عارف ده أسباب كتيرة جدا، أسباب أنت بتقولها كتيرة. يعني الدواء اللي هو الغلط ممكن يسبب اعاقه طبعا يا فندم، ممكن يعني حضرتك بتقول حاجات كتير، زواج من الاقارب، يعني في حاجات كتير. زواج الاقارب لابد ان في حاجه اسمها تحليل الجينات الوراثيه، وفي اثناء فتره الحمل قبل الزواج قبل الزواج، لان اصلا الموضوع ده موجود ولكن مش مطبق بشكل قوي. هل الجينات الوراثيه قد تؤدي الى حدوث اعاقه ولا لا؟ ده من خلال الدكاتره المتخصصه. اثناء فتره الحمل نتيجه الام استخدام الادويه الغلط، استخدام الادخنه وبعض المواد المضره، عدم الاهتمام برعايتها الصحيه والتغذيه ممكن يؤدي الى مشكله صحيه للجنين، فدي برضو مسائل ده تبعيه نقدر نحلها. بعد الفتره ديت بقى الاطفال اللي هم لحد قبل 18 سنه معرضين جدا في حاله سوء التغذيه، في حاله تعرضهم لمرض معين او اخذ ادويه غلط. هنيجي للكبار بقى وبشكل عام الاعاقات المكتسبه. العقد المكتسبة نتيجة الإهمال، وكلمة الإهمال تحضرتك نحطها تحتها ألف خط: حوادث الطرق، عدم الأمن الصناعي، يعني نلاقي عمل المحارة مثلا بيوقف على الدور الثامن والتاسع بيمحر بدون ربط حزام الأمان. طيب ما هو لو إيه اللي هيحصل؟ ممكن ما قد تؤدي إلى وفاته أو يؤدي بيه إلى إعاقة. طب ما أنا كده زودت كثرة الإعاقة، ده ليه ما طبقش أنا فكرة الأمن الصناعي؟ طيب حوادث الطرق ماشي، الالتزام بعبور المشاه والكباري المخصصه لعبور المشاه، ودي قصه مهمه جدا. الادويه الغلط اللي بياخدها الحكومه بتهتم بها بشكل كبير جدا، اللي هي الكباري المشاه بتهتم بها بشكل طبعًا كبير جدا، وده بنشوفه ملحوظ. ويجب على المواطن هنا بقى الوعي واستخدامها، مش هيخسر حاجه لو اتاخرت ايدين. تمام، حتى النهارده وفر كمان سلم متحرك. طب عايزين نتكلم كان ده كله بقى في الكره وفي النجوع كمان، مش بقاش قاصر في المدن بس. قصه المضادات الحيوي اللي بتاخد على الفاضي ومليان، واحد
تعبان نزل الصيدلية خد مضاد حيوي ممكن يؤدي بيه إلى ضرر أو إلى مشكلة، خاصة إذا كان مريض سكر أو ضغط. ممكن من ضمن الاعقاد التانية ان واحد ممكن يدخل في ايده حاجه زي مسمار او حاجه ما ياخدش حقنه التنتونس او يتابع الدكتور يؤدي به الامر الى امر اخر. فقصه الوقايه والمكافحه دي محتاجه بقى دور كبير جدا من المجتمع المدني شرحها كمان. بالظبط يعني ممكن ممكن اقول للدكتور مصطفى طبعا الدكتور سمير طبعا معانا النهارده، يعني عايزين نسالك سؤال، هل دور الجمعيات والمراكز والمهرجانات كفيل بسد احتياجات المجتمع؟ الفجوه الكبير ده هل هو قادر على سدها؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه، هو كل انسان بيحاول يجتهد، يمكن مش هنتكلم على السلبيات انما هنقول الايجابيات. كل واحد بيحاول يجتهد على اساس انه يكون له دور في قلب المجتمع. الدور ده ماهوش دور ان انا اخد شهره او دور ان انا عايز يبقى لي مكانه في المجتمع او عايز يبقى لي ماديات، لا. احنا لو اخذناها من جزئيه ان كل واحد بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى في انه بيعمل حاجه زي كده خير لله، تأكد حضرتك ان كل الجمعيات المنشأة والموجودة على ارض الواقع تغطي مصر. بس هي المشكلة ان الجمعيات دي اسمية، معظمها ما بيشتغلش، معظمها بيشتغلش. طب احنا لما حضرتك ما بتشتغلش الاسم مو شغال، بتبقى مسجلة بس، لكن فعليا مجرد تسجيل، مجرد تسجيل، انما كشغل مفيش. اللي على ارض الواقع عدده قليل جدا، يعني لما تشوف حضرتك شغلنا في المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، احنا بنحاول قدر المستطاع، قدر المستطاع ان احنا نحاول نعمل لهم اي حاجة، اي حاجة. يمكن بنحاول نوفر لهم ملفات كتيرة، ملفات طبية، بتعاقدات مع الصيدليات، مع معامل تحاليل، مع معامل اشعة، مع مستشفيات خاصة. الحاجات دي كلها الناس دي دور رجال اعمال، بيقدر يحاول او يسندك شويه في انك انت بتوفر له حاجه. بنحاول ان احنا نعمل بروتوكولات مع وزاره الشباب والرياضه على اساس انه يلاقي ملعب كمتنفس ليه، لان احيانا ممكن دماغه تروح مثلا للمخدرات اللي مش عارف ايه، زودت المشكله معاه. ما هو برضه المخدرات سبب من اسباب الاعاقه واعاقات تانيه. بنفتح لهم الملاعب مراكز الشباب يقوم يلعبوا فيها، بنحاول نفتح لهم مثلا الجامعات والقاعات اللي في الجامعات على اساس انهم يكونوا متواجدين ياخدوا فيها دورات، بيبقوا الدكاتره مساندين معانا، بينزلوا يدوا الولاد دورات في الصحه النفسيه ودورات في التنميه البشريه. واحنا عندنا الحمد لله تعاقدات في حاجات زي كده كتير، خدت بال حضرتك. فده بتبقى امنيتنا ان احنا نحاول نعمل لهم حاجه كويسه. فانا من خلال حضرتك برضو زي ما نشدت قبل كده بنشد دلوقتي، كل منظمات المجتمع المدني وكل الجمعيات الاهليه ان احنا كلنا نحاول نعمل لله ونتاجر مع ربنا على اساس ان احنا ما يبقاش اسمنا جمعيه لذوي الاعاقه وخلاص. طيب السؤال لا. ده عائد عليهم برضو، على رؤساء الجمعيات واللي هم القائمين عليها. حضرتك بتقول ان هم مجرد اسم فقط، مجرد تسجيل فقط. طب ايه الطرق الصح اللي ممكن يشتغلوا بيها؟ يعني حضرتك بتقول ان هم مش شغالين بشكل كويس جدا، ايه الطرق الصح اللي ممكن يشتغلوا بيها؟ انا عشان اشتغل في مجال الاعاقه لازم اكون شخص متخصص. اهم حاجه التخصص. اهم حاجه ان انا اكون متخصص. هو ينفع النهارده انا مثلا اكون دكتور ومعرفش حاجه في اي حاجه خالص واجي اشتغل في اعمال دهانات او اعمال محاره او مباني؟ استحاله. طيب للاسف وقت الحلقه انتهى، وان شاء الله مع بعض. شكرا جزيلا لحضرتك، بشكركم جدا دكتور سمير حسن. شكرا. عند رئيس اداره المهرجان العربي لذوي الاحتياجات الخاصه. انا بحضرتك. ايضا بشكر سياده المستشار القانوني ومؤسس ورئيس اداره مجلس رئيس اداره المهرجان العربي لذوي الاحتياجات الخاصه. شرفتنا ونورتنا في الاستوديو، بشكركم جدا على هذه الحلقه الممتعه. مشاهدينا بشكركم جدا على حسن المتابعه، وان شاء الله لينا لقاءات ثانيه كتير. انتظروني الاسبوع الجاي الساعه يوم الثلاث الساعه 1 في نفس الميعاد. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.